السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعتوا الأصوات؟ هاي الكلاب السائبة اللي انصرف عليها من محافظة البصرة 50 مليون عراقي. شوف هاي الكلاب طبعا شردن، لأن يدرن بيها، راح أعطيكم بالفيس، يدرن بسبب إن خسرنا 50 مليون والمستشفيات ما بيها دواء، يدرن كل زين. أنا هسه بوسط المدينة بالطويسة يم الجسر الأحمر، هاي الكلاب منتشرة. المشكلة وين؟ المشكلة مو قتل الكلاب، المشكلة ما عندنا علاج من يعضك الكلب. وشفت بقضاء الزبير حالة أو حالتين وفاة، لأنه ماكو أبرة تعالجك من التسمم مال عضة الكلب. عزت وزارة الصحة وصحة البصرة عن توفر علاج لعضة الكلاب السائبة اللي انصرف عليها 50 مليون دينار، وراح يشوفون صورها مصورتها هواي، لأنه من يشوفون الفلاش الكلاب يشوف الفلاش تجرد يدرن بيها راح ألوزهن. أين الأموال خرجت؟ تعالوا شوف الناس، شوف الكلاب ترس الشوارع. البصرة مهملة والله، البصرة مهملة. انتم جاي تعرفوا جاي درون له؟ لا، البصرة مهملة. سمعوا هاي ما جايب عشي من جيبه انا، هاي الكلاب شوفوها، هاي الكلاب تارس البصرة. مقطع آخر، وهذه المرة خلال النهار، لقطيع من الكلاب السائبة في منطقة الأربع شوارع في البصرة، يدل على استمرار هذه الظاهرة رغم التخصيصات الحكومية والوعود بالقضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة الكلاب السائبة. دعونا نتابع. شاهد هاي الكلاب في منطقة الأربع شوارع. منطقة الأربع شوارع كلاب سائبة.